السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. النهار إن شاء الله غنقدم واحد الحلقة ديال مميزات تربية الأرانب. في الحقيقة انتشرت تربية الأرانب في المجتمعات القروية بشكل كبير، وذلك لبعض الصفات التي تميزها عن تربية الكائنات الأخرى التي تعيش مع الإنسان. ومن هذه المميزات اخترت لكم بعض النقط. النقطة الأولى وهي سرعة وكثرة توالد الأرانب، فأنثى الأرانب ممكن أن تلد 35 إلى 40 مولود سنويا، إذ يمكن لأنثى الأرانب أن تخصب في يوم ولادتها، لأن الرحم يعود لطبيعته بعد الولادة مباشرة خلال 9 ساعات الأولى، كما تقوم بإرضاع صغارها خلال مدة الحمل، يعني خلال حملها، وذلك يعود بفائدة كبيرة على المربي. هذه نقطة. النقطة الثانية، يمكن وضع الأرانب في أي مكان يناسب المربي، ولا يحتاج إلى ظروف خاصة لتكاثرها، وبذلك توفر المساحة المشغولة للتربية. هذا من جهة. من جهة أخرى، فالأرانب تتغذى على بقايا النباتات والخضروات بمختلف أنواعها، ولا تحتاج إلى كمية كبيرة من البروتين والحبوب. ثالثا، يصل الأرنب إلى الحجم المناسب للبيع خلال فترة قصيرة جدا، وذلك في أقل من 3 شهور. رابعا، سهولة تربية الأرانب وعدم حاجيتها لخبرة كبيرة. خامسا، الأرانب أقل تعرضا للأمراض مقارنة بالدواجن والحيوانات الأخرى. وأخيرا، وهي كمية البروتين في لحوم الأرانب كبيرة جدا، ويتميز لحم الأرانب بخاصية الأوميغا 3، ويصل إلى 20% من هذه النسبة، وهو أقل من الكوليسترول، أقل نسبة من الكوليسترول، وهو ذات مذاق رائع جدا جدا. إذن هذه هي مميزات تربية الأرانب، فأنا أدعو كل مربي أن يستكمل مشروعه، أو كل مبتدئ أن يبتدئ، خصوصا في هذه الأيام، لأنه نسبة الخصوبة عالية في بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. إذن هذه هي حلقتنا اليوم. حاولت أن أتكلم باللغة العربية الفصحى طلبا رغبة، وطلبا من بعض الأصدقاء من دول الخليج. أشكرهم جدا على تعليقهم الطيبة. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.